ده حته مقطوعه ما اسمع ولا سنه. لا عندك عندي قضاء اهو، عندي قضاء حته بطل كده بقى كتير. جريتي عزك هي الكوره بقى كتير. عايزين ناكل ويا حلال ويا حبيب الخطرات ولا نعمل ايه بالنار؟ احنا بناكل عيش يا حبيبنا من سنين، بقالنا سنين هنا. تبقى نروح فين؟ تبقى نروح فين؟ قال القانون ان هم يدونا حته ويا مبنيه ويا مسقفه، ويعاملونا في حته عندي معلمه في الارض. ازاي؟ قال القانون. قال الحكومه تمشي كده تطوع الناس. احنا عايزين نطلع الفن، عايزين نطلع اعلان، عايزين حاجه اكتر من كده. لو كان الجمل طلع النخله صح ابو عيدين انا تبون يطلع على السطوح انا كفوف واشتري منه. ها توبة كلامه ايه؟ ديك حكاوه قبل بعضيها. وبعدين الناس بورطه بورطه وهيضر الشعب وهيضر الشباب وهيضر الدنيا كلها. امشي يا عم خالف القانون واقف على بطل السطوح. الناس اللي احنا في الحلقات كانت زي ما هي يا كده يا تختار لي مثلا اي سوق وحاج مستقر عشان الزبون واكنف. البياض قدامك وحدي، لكن هو مش وحده، وراه خمس ست عيال، وراه بيت ابوه، وراه بيته، وراه نور، وراه ميه، وراه ايجار. كفايه البلاوي اللي زادت علينا في الايجارات، كفايه البلاوي اللي زادت علينا في النور، كفايه البلاوي اللي زادت علينا في الاكل، كفايه البلاوي العيال بيتولد عيال بنكر بيه من والدته. يعني ده كله مش حمول قليله على البشر، ده حرام عليهم كده اللي بيعملوه. دلوقتي مفيش حد محدش دخل، هو كل دي مسكنات، اللي بيحصل ده كله مسكنات. الناس بتدفع ومحدش هيجي فينا والله. اللي بيحصل ده مسكنات، مش هيحل موضوع. وانت كده ما حلتش مشكله، انت كبرت مشكله. انت قلت انا عايز البلد تنهض وعايز الناس تشتغل. الناس تشتغل، وسياده المحافظ بيقول لك اللي مش هيروح التركمان يقعد في البيت. لا ياكل من ايه؟ يقعد في البيت. سياده المحافظ قمنا ننهضوا من البلد وعملوا لصالح البلد. بتفضي وسط البلد لصالح مين؟ لصالح الوزراء والرؤساء ولا مين بالظبط؟ ولا في ضيوف جاي لك من بره؟ ما احنا عايزين نعرف هو في حد تاني اللي حقق في البلد غير البياع؟ هو في حد بقى حمل القضاء العالي اللي احنا واقفين قدام منه غير البياع؟ مش هنضحك على بعض. البياعين هم اللي كانوا بيقفوا يعملوا سلاسل بشريه، طلع حرب وسط البلد وشارع فؤاد والاسعاف، كل ده هو اللي بيعمل سلاسل بشريه. الحريم ذات نفسيه احنا اللي بنحميها عشان ما تدروش عليها. ما تدروش عليها. ما تدروش عليها.